المدعي عليه قلب البيت عند موكلتي مدرسة، دروس خصوصية للنهار وبيدي واجب كتير للعيال، بس عمره ما خد باله من الواجب اللي عليه. رائع رائع يا بابا. هذا في اللغة العربية يسمونه عندنا التورية، أقول كلام له معنيين وأقصد المعنى البعيد أرمي عليه. إذا كنت تلاعبني أنا بهذه الألعوبة فلك مني هذا، تورية بتورية، إني أتعامل مع واجباتي المنزلية كما أتعامل مع دروسي تماما، فإني أتعامل معها على ثلاثة مراحل: التمهيد، الموضوع، ثم الخلاصة. أما بالنسبة للتمهيد فأنا أبدأه من بعد العشاء حتى منتصف الليل. نعم نعم أطيل في التمهيد لأن معظم الناس تهمله، وهنا يأتي التفرد. أما بالنسبة إلى الموضوع فإني أدخل فيه وأستغرق، لا أصل إلى الخلاصة إلا عندما أسمع بأذني زقزقة العصافير في الفجر. صدقني يا سيد القاضي، إن أصعب شيء عليه هو أن أقبل على الطلاق من زوجتي، فكما قال الزهاوي: كم هد في الشرق بيتا بعد الزواج طلاق، كرهة فسباب فركلة فطلاق. استخرج من البيت السابق اسم الفاعل وأعرب ما تحته خط.